السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم كريمة علي. النهارده جايبه لكم افتتاح مطعم حلو جدا. الاول هقول لكم على مكانه. مطعم الوليد في محافظه بورسعيد في فاطمه الزهراء في الشارع الرئيسي بعد الامن المركزي على طول. عامل بقى كل الحاجات اللي احنا نفسنا فيها، المشويات، البيتزا، الكريب، همبرجر، سجق، كفته، سلطه الطحينه، وكمان عامل فول وفلافل وكشري وبطاطس وبصارة. انا بقى هوريكو سندوتش الكريب عنده بيتعمل ازاي خطوة بخطوة. اسعار الاكل عنده حلوة جدا. شايفين كمية الصوصات اللي بيحطها قد ايه؟ ما شاء الله حلوة جدا. شايفين كمية الحشو قد ايه؟ ما شاء الله. وكمان تحميره، شايفين تحمير الكريب عامل ازاي؟ متحمر ومقرمش وشكله تحفة وطعمه برضو تحفة. هنيجي بقى القسم الفول والفلافل والكشري والبطاطس والبصارة والسلطة.
مطعم الوليد في محافظة بورسعيد، حي فاطمة الزهراء، بعد الأمن المركزي، في الشارع الرئيسي على طول. ألوان السلطات بصراحة تفتح النفس. شايفين الطعمية وجمالها؟ وفي الكبير وفي الصغير، ناشفة وطرية، وشايفين لونها؟ لونها حلو جدا بصراحة. عايزه اقول لكم كمان ان المطعم عنده استعداد لشوي اي حاجه عندكم، عايزين تشوا بطه تجهزوا بطه، تجهزوا فرخه، كفته، اي حاجه، لحمه مفرومه، اي حاجه من المشويات عايزين تعملوها، هو عنده استعداد تام ان هو يعمل كل الحاجات دي. عندك عزومه وعايزه تعملي لهم شويه مشويات، وديله كل الحاجه وهو يعملها لك كلها ويجيبها لك بالسلطات كمان.
وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم.